حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. دعت لجنة النزاهة النيابية إلى إجراء تحقيق مفصل بشأن حجم الإيرادات المالية للجمارك لعام 2023. وقال عضو اللجنة هادي السلامي إن حجم الإيرادات المحققة أقل بكثير مما هي عليه في الواقع، لكون العراق يستورد الكثير من البضائع بكميات كبيرة عادا مبلغ التريليون وبضعة مئات المليارات من الدنانير قليلة جدا لعام كامل. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بمعدل 91% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 193 مليار أو مليون دولار، حيث باع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 209 ملايين و634 ألف دولار، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للبطاقات الإلكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبشكل نقدي. رصدت شركات متخصصة بالاستثمار العراقي الارتفاع المستمر بأسعار العقارات في بعض مناطق العاصمة بغداد، وأوضحت تقارير للشركات أن أسعار العقارات في منطقة اليرموك تتراوح بين 4000 دولار إلى 20000 دولار للمتر الواحد، أما منطقة الحارثية فتتراوح فيها أسعار العقارات بين 3500 دولار إلى 14000 دولار للمتر الواحد. وذكرت الشركة أن سوق العقار داخل هذه المناطق يعتبر باهظ الثمن ولا يقارن حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في عقارات بريطانيا. قررت المحكمة الاتحادية تأجيل المرافعة بقضية رواتب موظفي كردستان العراق إلى 18 من شهر شباط المقبل. وقالت مصادر صحفية إن المحكمة قررت منح إمهال نهائي لجميع الأطراف لحل مشكلة الرواتب في كردستان العراق، مضيفة أن الدعوة كانت مقامة ضد رئيس حكومة كردستان ورئيس الحكومة في بغداد بسبب تأخر وعدم تسليم رواتب موظفي كردستان العراق. قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في كردستان العراق حظر استيراد الطماطم، وجاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة أوضح أن المنع سار حتى إشعار آخر، وذلك لحماية المنتج المحلي للمزارعين في وسط وجنوب العراق. وفي أوقات سابقة شهد منفذ بن جوين الحدودي بين كردستان العراق وإيران تظاهرة نظمها عشرات المزارعين احتجاجا على إدخال الطماطم المستوردة من دول الجوار. لنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي، بأمان الله.